السلام عليكم ورحمة الله، برحب بالجميع في كل مكان. اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات كولكشن. برحب بكل متابعي القناة. كنا على الفيديوهات السابقة اشتغلنا باترونات مختلفة ضمن تجهيزات المدارس للمقالم، اشتغلنا سبونج بوب وكمان اشتغلنا مقلمة بشكل القلم. النهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض مقلمة بشكل هالو كيتي من الشخصيات الحلوة جدا والمحببة للبنات. شكلها حلو جدا وكمان من التطبيقات السهلة والسريعة، متاخدش اي وقت. اتمنى تعجبكم، ولو حابه تشوفي اي باترون من باترونات المقالم اللي اشتغلناها مع بعض على القناه هتلاقيها كلها موجوده مجمعه كده على اول تعليق مثبت تحت الفيديو، اضافه الى كل لينكات التواصل والصفحات الرئيسيه اللي من خلالها تقدري تتابعي كل الاشغال والتطبيقات اللي نزلناها مع بعض. اما دلوقتي خلينا نشوف الادوات وطريقه التطبيق لباترون النهارده. الادوات اللي هستخدمها، هشتغل على خيوط المكرمية الكريستال الفرنساوي الرفيع، هستخدمها على فتلتين عشان تبقى سميكة شوية، وطبعا هحتاج للتلات الوان بتوع الشخصية، لكن انت حابة تستخدمي الوان تانية ممكن قوي وبراحتك، وطبعا اي خامة متوفرة عندك وحابة تشتغلي منها، وابرة وتكون مناسبة لسمك الخيط اللي هتشتغلي بيه. زي ما احنا شايفين كده الخيوط دي هشتغل عليها بابرة رقم 3 ملليمتر، هحتاج لابرة التنظيف وللمقص. واول خطوة هبتدي اعملها هشتغل حلقة بداية عادي خالص بالشكل ده كده، هسحب من الخيط 1 2 وهشد طرف الخيط. بعد حلقة البداية هرتفع ب32 غرزة السلسلة، هسحب من الخيط بالشكل ده كده وارتفع 32 غرزة، ادي 1 2 3 واستمر بنفس الطريقة كده لحد الغرزة رقم 32. ارتفعت بالشكل ده كده 32 غرزة، ده عرض المقلمة اللي هشتغلها، ولو هتشتغلي من خامة تانية العرض ده عبارة عن 19 سنتيمتر. تمام، بعد ما وصلنا للعرض المناسب بالشكل ده كده اجي على بداية الدور وهاخد سلسلة ارتفاع، هعتبرها للارتفاع. تمام، وهتجاهل السلسلة اللي انا ارتفعتها كده وهروح على اول سلسلة من العدد بتاعي وهسحب الخيط وهشتغل غرزة حشو من الغرزة البسيطة حلقتين وبطلع منها، وهستمر الغرزة اللي بعد كده برضو غرزة حشو، وعلى مدار الدور كله هنكرر بنفس الطريقة، كل غرزة بتقابلنا بنشتغل غرزة حشو واحدة ولحد نهاية السطر. وصلت على نهاية الدور بالشكل ده كده، غرزة حشو واحدة فوق كل غرزة، وبعد اخر غرزة هبتدي ارتفع للسطر الجديد بسلسلتين 1 2، وهلف السطر بتاعي بالشكل ده كده، و الارتفاع اللي ارتفعته مجرد ارتفاع، فهلف الخيط على الابرة وتحت الابرة على طول على اول غرزة تحت حلقتين الغرزة بشكل سليم كده، هسحب غرزة نص عمود، هسحب الخيط معي 3 حلقات هطلع كلهم كده مرة واحدة، واستمر بقى بنفس الطريقة، بلف الخيط على الابرة، بدخل على الغرزة اللي عليها الدور واتأكد ان انا داخلة تحت حلقتين الغرزة بشكل مظبوط، واسحب الخيط معي 3 حلقات وهطلع منهم كلهم، واستمر بنفس التكرار على مدار الدور كله، بلف الخيط واسحب على كل غرزة بتقابلنا كده بنشتغل نص عمود واحدة، وطبعا بنفس التكرار كده ولحد النهاية. وصلت على اخر الدور بالشكل ده كده وهلف الخيط معايا اخر غرزة، بتأكد ان انا اشتغلت على نهاية الدور بشكل مظبوط وسليم، علشان الغرزة الاخيرة بتبقى واخدة كيرف شوية، بشتغل عليها اخر نص عمود علشان احافظ على استقامة القطعة بتاعتي بشكل مظبوط. تمام، كل التكرار بعد كده على السطور الجاية هيبقى عبارة عن نفس السطر السابق كده، غرزة نص عمود واحدة فوق كل غرزة، كل مرة بنيجي على النهاية نرتفع بسلسلتين ولف السطر بتاعي بالشكل ده كده، الارتفاع مجرد ارتفاع، وهلف الخيط على الابرة ومن تحت الابرة على طول على اول غرزة وتحت حلقتين الغرزة بالشكل ده كده، هسحب الخيط واشتغل نص عمود 3 حلقات وبطلع منه، وهستمر على كل غرزة بنفس التكرار، بلف الخيط وادخل على الغرزة واسحب الخيط 3 حلقات وبطلع منهم، وغرزة نص عمود واحدة فوق كل غرزة بالشكل ده كده. هرتفع قد ايه؟ نرتفع اجمالي عدد السطور من غرزة النص عمود 6 سطور. اذا انا اشتغلت دور معاكم وبدأت الدور التاني، هكمل 6 ادوار من البداية اللي اشتغلناها هنا، يبقى معايا 6 ادوار ونرجع نشوف الخطوة اللي جاية.
ارتفعت على القطعة بست سطور بالشكل ده كده من اللون الابيض. انا على اخر السطر السادس وهندخل لون جديد، هلف الخيط على الابرة اخر غرزة على الدور السادس بالشكل ده كده، هسحب غرزة نص عمود عادية خالص بسحب الخيط، لكن المرة دي الثلاث حلقات هسحبهم باللون البينك بالشكل ده كده. تمام، حلقة بداية جديدة من اللون الجديد واسحب الغرزة من اللون الجديد اللي انا هدخله. طبعا اللون ده خلاص مش هحتاجه، فهبتدي ان انا اتخلص منه بالشكل ده كده. تمام، وكل اللي احنا هنعمله بقى نبتدي نرتفع من نفس السطر والتكرار. انا بس حبيت ان انا اوري ازاي طريقة تداخل الالوان علشان حبايبنا اللي بيطبقوا معانا ولسه مبتدئين. دخلنا اللون الجديد، هنبتدي نكرر بنفس التكرار كل مرة بنيجي على النهاية عادي خالص، بناخد الارتفاع بتاعنا سلسلتين وبنلف السطر بتاعنا وبلف الخيط على الابرة، وهشتغل غرزة نص عمود من اول غرزة على طول تحت الابرة ثلاث حلقات وبطلع منها. زي ما احنا شايفين مع بعض كده هو تكرار وحيد وهفضل اكرره، لكن انا غيرت اللون. هنشتغل من اللون ده قد ايه؟ هنرتفع بسبع سطور، سبع سطور باللون البينك، وبعد كده نشتغل ست سطور تاني من اللون الابيض ونرجع نشوف الخطوة اللي جاية. يبقى اذا القطعة بتاعتي عبارة عن ست سطور ابيض، سبع سطور بينك، ست سطور ابيض، ونرجع نشوف هنكمل الشغل ازاي. ارتفعت بالسطور زي ما احنا شايفين مع بعض كده، ارتفعت بالسبع سطور بينك ورجعت اشتغلت باللون الابيض ست سطور زي ما اشتغلنا على الاتجاه التاني. القطعه دي بدأناها ب19 سنتيمتر، واحنا دلوقتي على الارتفاع اللي ارتفعناه كده شايفين القطعه برضو اصبحت 19 سنتيمتر، لاننا هنشتغل سطر اخير من غرزه الحشو زي ما بدأنا بسطر غرزه الحشو وهننتهي برضو بسطر غرزه الحشو. اذا القطعه دي ابعادها 19 سنتي عرض و19 سنتي طول، بقول لك الابعاد عشان اذا اشتغلتي من خامه مختلفه تشتغلي نفس التطبيق. زي ما احنا شايفين مع بعض كده انا على النهايه، يفترض ان انا على نهايه الدور السادس من اللون الابيض، ابتدي ارتفع بسلسله واحده وهشتغل سطر اخير بلف السطر بتاعي بالشكل ده كده واشتغل غرزه حشو واحده فوق كل غرزه، بدءا من الغرزه اللي تحت الابره على طول هشتغل غرزة حشو من الغرزة البسيطة حلقتين وبنطلع منها، واستمر على الغرزة اللي بعدها بنفس التكرار. اذا سطر اخير من غرزة الحشو عشان يبقى انتهينا على القطعة زي ما بدأناها بالشكل ده كده ولحد النهاية. اشتغلت سطر اخير من غرزة الحشو بالشكل ده كده وانا على النهاية، دي اخر غرزة معايا هسحبها بالشكل اللي احنا شايفينه، وبعد كده هاخد سلسلة تأمين هرفع الخيط وهقص. وطبعا بعد ما فصلنا الخيط كده في المرحلة دي اي زوائد خيط موجودة معايا على القطعة هبتدي ان انا اضمها على ابرة التنظيف وانزلها تحت الغرز بتاعتي بسراجة عادية على حروف القطعة بالشكل ده كده شايفين، بسراجة عادية خالص بنزلها تحت مجموع من الغرز. لما بتدخل معايا بتخلص من الزيادة وبقصها. طبعا هتخلص من كل الزوايد بنفس الطريقة علشان نبتدي نقفل المربع. زي ما احنا شايفين نضفنا الخيوط من على المربع وابتدي اتنيها بالشكل ده كده بالمناصفة شايفين، واحط الحروف على بعض بشكل منتظم وسليم عشان نقفل القطعة. وهنا بحلقة بداية جديدة من اللون الابيض وابتدي ادخل على اول غرزة على الكورنر كده من الاتجاه ده، وكمان الغرزة المقابلة على الاتجاه التاني. اذا زي ما احنا شايفين دخلت في الاتجاهين مع بعض وابتدي اسحب الخيط، يفترض ان انا اخرج من يعني من الغرز اللي انا دخلت فيها بالشكل ده كده على الاتجاهين، واسحب الخيط كمان من على الاتجاه التاني، وهلاقي معايا حلقتين على الابرة هشتغلهم غرزة حشو. هسحب الخيط واطلع من جوه الحلقتين، اتوصلت اول غرزتين معايا، ويفترض ان انا اخد معايا البداية بداية الخيط ده على الدور كده عشان تختفي بالمرة تحت الغرز. تمام، هعمل ايه دلوقتي؟ هاخد غرزة قصاد غرزة، يفترض ان احنا على جنب الشغل، اذا كده على كل دور او على كل سطر هدخل على السطر من الاتجاه ده كده، احاول اخش في منتصف الغرزة ومنتصف الغرزة المقابلة، وابتدي ان انا اسحب الزيادة دي معايا زي ما قلتلكوا على الدور، وهسحب الخيط واشتغل من الغرزة الحشو البسيطة اللي هي حلقتين وبطلع منها، واستمر بنفس الطريقة كده لحد اما يقفل معايا الجزء ده كله. باخد غرزة
يفترض بقى ان انا بدخل في منتصف غرزة النص عمود، لان انا على جنب الشغل، تمام، ومنتصف غرزة النص عمود على الاتجاه التاني كده، وبسحب الخيط وبشتغل غرزة حشو من الغرزة البسيطة اللي هي حلقتين وبطلع منها، واستمر بنفس العمل كده زي ما قلنا لحد اما نقفل كل الجزء لحد النهاية. شايفين كده الغرزتين المقابلين لبعض، واشتغل غرزة حشو، وبنفس الطريقة بقى لحد ما نوصل هنا كده. شايفين معايا وصلت لحد النهاية بنفس طريقة العمل، غرز منتظمة كده، ودي اخر غرزة معايا قفلت بيها بالشكل ده كده، اخر غرزة حشو. طبعا هي اتقفلت معايا بشكل مظبوط بالشكل ده كده، نقدر نستخدم القطعة بالقفلة دي، لكن هنشتغل فستونة بسيطة تديها شكل حلو قوي. هرتفع على البداية كده بسلسلتين وبلف السطر بتاعي وابتدي ارجع الغرز اللي انا قفلت بيها ديت. بعمل ايه؟ في نفس مكان الارتفاع على اول غرزة هلف الخيط على الابرة وهدخل بالشكل ده كده، هسحب الخيط وهشتغل غرزة نص عمود اللي كنت بشتغلها على جسم المقلمة، كنت بشتغل 3 حلقات وبسحبهم مرة واحدة بالشكل ده كده، تمام. وهكرر هلف الخيط على الابرة في نفس المكان وفي نفس الغرزة الاولى، هسحب الخيط واشتغل كمان نص عمود. اذا عملت ايه؟ اشتغلت ارتفاع هحسبه نص عمود، وبعد كده اشتغلت غرزتين نص عمود يبقوا 3، هفوت غرزة على الدور وهشتغل على غرزة الحشو اللي بعدها غرزة منزلقة، بسحب الخيط واطلع من الحلقة اللي على الابرة بالشكل ده. همشي بنفس الفستونة البسيطة ديت بنفس الطريقة. بعمل ايه؟ بنفس التكرار كده برتفع بسلسلتين، دول كده معايا اول نص عمود، وهلف الخيط على الابرة في نفس الغرزة هي هسحب كمان غرزتين نص عمود بالشكل ده كده، 3 حلقات وبطلع منهم. ادي كده الاول، وفي نفس المكان بشتغل غرزة نص عمود التانية. بعدين بفوت غرزة على الدور وبروح على الغرزة اللي بعدها على طول واشتغل غرزة منزلقة واطلع من الحلقة اللي على الابرة. شايفين بنفس الفستونة كده، وهنكرر بقى نرتفع بسلسلتين من المنزلقة وبلف الخيط واشتغل 2 نص عمود، ادي 1، وفي نفس المكان بشتغل 2، وبعد كده بفوت غرزة على الدور والغرزة اللي بعدها كمان منزلقة، واستمر بقى بنفس التكرار ونفس الفستونة كده لحد النهاية. شايفين بنفس الطريقة وصلت على نهاية الكورنر كده، شايفين ده كده اداني شكل حلو قوي. وهنا بعد اخر فستونة كل اللي انا هعمله هبتدي ارفع الخيط بالشكل ده كده واقصه، وطبعا بابرة التنظيف بقى، وابتدي الضم النهاية ديت ونضفها زي ما شفتي معايا. نضفنا زيادة الخيوط بالشكل ده كده، اصبحت مغلقة معايا. وطبعا على الاتجاه التاني بنشتغل بنفس الطريقة، بنقفل بسطر غرزة حشو وسطر فستونة، واصبحت القطعة بتاعتي بالشكل اللي احنا شايفينه مغلقة من الاتجاهين. وفي المرحلة دي ببتدي ان انا اثبت سوستة، طبعا انا عرضي هنا 19 سنتي، بجيب سوستة اكبر شوية وببتدي اثبتها بالشكل ده كده علشان استخدمها للقفل. بنثبتها ازاي؟ اما بخياطة عادية خالص بالخيط والابرة العاديين، او نلزقها بمسدس الشمع، وانا الحقيقة لزقتها بمسدس الشمع، وزي ما احنا شايفين اصبحت جاهزة معايا على الاستخدام بالشكل ده كده. نبتدي بقى نكون الملامح. اول حاجة هنشتغلها هنشتغل الفيونكة، هنشتغل الفيونكة باللون البينك. فهعمل حلقة بداية عادية خالص بالشكل ده كده، هسحب من الخيط 1 2 وبشد طرف الخيط، وبعد كده هرتفع بيه 6 غرزة سلسلة، 1 2 3 4 5 6، وهفوت اول سلسلة تحت الابرة على طول، وهبتدي على السلسلة رقم 2 هشتغل غرزة حشو من الغرزة البسيطة اللي هي حلقتين وبطلع منها، وبعد كده هكرر هشتغل غرزة حشو على الغرزة رقم 2، على الغرزة رقم 3 برضو غرزة حشو، على الغرزة رقم 4 غرزة حشو، ثم على الغرزة الاخيرة اللي هي رقم 5 هشتغل عليها 3 غرزة حشو في المكان الواحد. فبالشكل ده كده ادي اول غرزة حشو، ثم هشتغل على نفس الغرزة هشتغل كمان غرزتين، ادي 1، وفي نفس المكان ارجع اشتغل 2. اذا انا هنا كده اشتغلت 3 غرز على اخر غرزة، وممكن قوي اذا هتتلخبطي يبقى بنعلم اول غرزة فيهم بالشكل ده كده، فاول غرزة من التلاتة، تمام. وبعد كده بقلب السطر بتاعي بالشكل ده، شايفين انا كنت ماشي على الاتجاه ده كده، هقلبه على الاتجاه العكس وابتدي امشي غرزة واحدة فوق كل غرزة هتقابلنا بالشكل ده كده، وهاخد اطراف الخيط معايا تختفي بالمرة على الدور بالشكل اللي احنا شايفينه. اذا قصاد كل غرزة من الغرز اللي انا اشتغلتها هشتغل غرزة حشو واحدة
بالشكل ده كده لحد ما اوصل على اخر ورزة. انا كده وصلت على الغرزة الاخيرة. في الغرزة الاخيرة هنا عشان يبقى عندي نفس الدوران انا اشتغلت فيها غرزة واحدة على البداية، وهكون في نفس المكان غرزتين، ادي واحد وفي نفس المكان اتنين. اذا انا اشتغلت نفس الثلاث غرز، وزي ما قلت لك لو هتتلخبطي يبقى بتعلمي اول التلاتة هنا، تمام؟ اذا اصبح عندي على الاتجاهين بنفس الدوران. انا ده خلاص اطراف الخيط دي ممكن اتخلص منها، دخلت معايا تحت الشغل، تمام. وهبتدي بقى ان انا اشتغل للسطر الجديد. هعمل ايه؟ هشتغل في اول غرزة، هدخل بالشكل ده كده واسحب الخيط واشتغل غرزة منزلقة، وكده نبقى نهينا الدور الاول. على الدور الجديد هبتدي ارتفع بسلسلة واحدة. يفترض هنا ان انا موجودة على اخر الثلاث غرز اللي هما موجودين على الدوران، اذا دي من مكان التزايد بتاعي، يبقى الارتفاع هحسبه مجرد ارتفاع مش من عدد الغرز بتاعتي. وعلى نفس مكان الارتفاع هو هشتغل غرزتين في المكان الواحد، هعمل تزايد، ادي غرزة وفي نفس المكان هشتغل الغرزة رقم اتنين بالشكل ده كده، تمام. ولما هاجي على نهاية الدور في غرزتين هنا هشتغل عليهم نفس التزايد بغرزتين، تمام. اما باقي الغرز اللي ما بين الدوران هشتغل عليهم بغرزة واحدة بس لكل غرزة. اذا على الغرزة اللي جاية هشتغل غرزة حشو، وبالتكرار كده كل غرزة بتقابلنا بنشتغل غرزة حشو واحدة لحد ما نوصل على الدوران. على الدوران هنعمل ايه؟ عندي ثلاث غرز، الثلاث غرز دول هشتغلهم تزايد غرزتين لكل غرزة. ادي الغرزة الاولى، هشيل الماركر واحط فيها غرزتين، ادي واحد في نفس المكان اتنين بالشكل ده كده، تمام. ممكن اوي ارجع اعلم بداية الدور بتاعي، اوكي. وبعد كده على الغرزة رقم اتنين نفس التزايد، ادي واحد واتنين. على الغرزة رقم ثلاثة تزايد، واحد وبعدين اتنين. اذا عملت تزايد على الثلاث غرز، وبعد كده بمشي بغرزة واحدة فوق كل غرزة لحد ما اوصل لاخر غرزتين يعتبروا ضمن الدوران اللي بدأت بيه. اذا على كل غرزة كده بدءا من الغرزة اللي عليها الدور همشي بغرزة حشو واحدة بالشكل ده كده لحد اما يتبقى على الدور عندي اخر غرزتين. اخر غرزتين اهم هعمل فيهم التزايد بتاعي. اذا على الغرزة اللي قبل الاخيرة هشتغل واحد وارجع اشتغل اتنين، ثم على الغرزة الاخيرة برضو نفس التزايد بشتغل واحد وارجع اشتغل اتنين، وكده نبقى وصلنا لنهاية الدور. وهاجي على اول غرزة بدأت من عندها وهسحب غرزة منزلقة. بعد كده هرفع الخيط بالشكل ده كده واخليه بزيادة شوية وهقص الخيط. طبعا مش هحتاج الماركر او العلامة فهشيلها، وابتدي اضم النهاية على ابرة التنظيف زي ما احنا شايفين كده، تمام. بعد ما بلضمها على ابرة التنظيف ببتدي ان انا هنا على الغرزة اللي جاية وعليها الدور، شايفين بنزل من تحت الغرزة اللي عليها الدور بالشكل ده كده وادخل على خلفية القطعة، هسحب الخيط لورا كده، تمام. وبعد كده انا بقيت على الخلفية، شايفين ده كده وش القطعة، انا كده على الخلف. هبتدي ان انا ادخل الخيط بتاعي على المنتصف بالشكل اللي احنا شايفينه تحت الغرز بسرعة عادية خالص. ببتدي اسحب الخيط على النص كده، تمام كده. بعد ما سحبت الخيط على المنتصف هبتدي بقى ان انا اعدل القطعة بالشكل ده كده واظبط الفيونكة بحيث ان انا هضمها من المنتصف كده، وبنفس الخيط هبتدي الف على النص لفتين تلاتة لحد اما اكون الفيونكة واظبطها من الاتجاهين، شايفين كده اتكونت معايا. يفترض ان انا هنا يبقى عندي زيادة شوية، خلي الخيط بزيادة شوية، هاخد غرزتين تثبيت على نفس المكان من ورا كده على نفس الخيط اللي انا لفيته. وطبعا لو هتثبتي الفيونكة دي بخياطة يبقى اذا بتسيبي خيط اكتر من اللي انا سبته، شايفين انا يدوبك الخيط
لف اللفات بتاعتي، وهاخد غرزتين تثبيت وهتخلص منه. لكن طبعا لو هتثبتيها بخياطه على المقلمه يبقى اذا بنسيب خيط واسع شويه علشان نقدر نخيطها ونثبتها على المقلمه، تمام. لكن انا هثبتها الحقيقه بمسدس الشمع، فاذا انا مش محتاجه الخيوط دي، هبتدي اتخلص منها كده وبكده نبقى انتهينا. بعد تثبيت الفيونكة بالشكل ده كده هحتاج ان انا هشتغل العين. هبتدي باللون الاسود اعمل الحلقة السحرية، ممكن الف على السبابة والاوسط وممكن على السبابة بس بالشكل ده كده لفة واحدة، وبنزل تحت اللفة دي بسحب الخيط واطلع بالشكل ده كده، وابتدي اسحب ايديا وارتفع بسلسلة واحدة، بكده اتكونت عندي الدايرة السحرية على بداية العمل. جوه الدايرة دي هشتغل 6 غرزة حشو، وهعتبر الارتفاع ده مجرد ارتفاع مش من عدد الغرز بتاعتي. اذا هدخل جوه الدايرة بالشكل ده كده وهسحب الخيط، هشتغل من الغرزة البسيطة اللي هي حلقتين وبطلع منها كده اول غرزة. ولو هتتلخبطي ممكن قوي انك تحطي جوه الغرزة دي علامة بالشكل ده كده. ثم هكون 5 غرز بنفس الطريقة جوه الدايرة. ادي 1 2 3 4 5. زي ما احنا شايفين انا كده اشتغلت 5 غرز اضافة للغرزة الاولانية اللي اشتغلناها وحطينا فيها الماركر، يبقى 6 غرز. هشيل العلامة بتاعتي وهاجي على بداية الخيط بالشكل ده كده واسحبه عشان اضيق السنتر. شايفين هضيق السنتر على النهاية، وهبتدي على الغرزة اللي كان عليها الماركر. ادخل بالشكل ده كده تحت حلقتين الغرزة وهاخد غرزة منزلقة، بسحب الخيط واطلع من الحلقة اللي على الابرة. اذا اتكون عندي اول دور وهو 6 غرز حشو. على الدور رقم 2 هرتفع بسلسلة وهعتبرها برضو مجرد ارتفاع، وهبتدي ان انا اشتغل جوه كل غرزة غرزتين. ادي الغرزة الاولى هحط فيها غرزة حشو واحدة، وبعد كده الغرزة رقم 2. وبرضو لو هتتلخبطي يبقى عشان تعرفي بداية الدور بنعلم الغرزة الاولى من الاتنين بالشكل ده كده. ثم على الغرزة اللي بعد كده برضو غرزتين. عندي 6 غرز، يفترض انه كل غرزة هتقابلنا بنشتغل فيها 1 ونرجع نشتغل 2، وهكرر بقى لحد النهاية. 1 2 يعني تزايد على جميع الغرز، ينتهي معايا الدور على 12 غرزة. اشتغلت تزايد على كل الغرز بالشكل ده كده، وبعد الغرزة رقم 12 هشيل الماركر او العلامة واجي على بداية الدور على اول غرزة كان فيها الماركر كده، وهسحب غرزة منزلقة، وبكده نبقى نهينا الدور ونهينا القطعة. كمان هبتدي ان انا ارفع الخيط كده بالشكل ده كده واقصه. هنلضم النهاية دي على ابرة التنظيف، وببتدي على الغرزة اللي بعد كده ادخل كده من قدام القطعة وبدخل للداخل. يعني انا عايزة ارجع نهاية الخيط ورا كده، وبعد كده بعمل ايه؟ ببتدي ان انا ادخل تحت الغرز واروح على المنتصف بالشكل ده كده. وطبعا زي ما قلتلك اذا هتثبتيه بخياطة، هتثبتي العين دي بخياطة على المقلمة، يبقى بتسيبي الخيط ده كمان تثبتي بيه بخياطة عادية بالشكل ده كده على المقلمة، تمام. لكن انا زي ما قلتلكوا هستخدم مسدس الشمع، اذا انا مش محتاجة الخيوط دي، هبتدي ان انا اتخلص منها، هقصرها بالشكل ده وبكده ابقى انتهيت. طبعا بنشتغل 2 بنفس الطريقة ونبتدي نثبتهم على مكانهم سواء باللزقة او بالخياط. ثبتت العين بمسدس الشمع بالشكل ده كده، وزي ما قلتلك تقدري تثبتيها بخياطة عادية. في المرحلة دي هبتدي ان انا على ابرة التنظيف بلضم من اللون الاسود واكون الرموش بالشكل ده كده. بنيجي على يعني منتصف العين من الخلف، وهدخل الخيط بتاعي او الابرة بتاعتي بالشكل ده كده على المنتصف، اكون اول رمش في النص كده، وبعد كده اكون باقي الرموش على الاتجاهين.
بعد رسم الملامح زي ما احنا شايفين كده نبقى انتهينا. انا بدلت اللون الاحمر على البق من البنك علشان يبقى يعني ظاهر عن البنك شويه، وكده التطبيق خلص معانا. شايفين قد ايه من التطبيقات المميزه جدا وهتفرح البنات، شكلها حلو جدا، اتمنى تجربوها معايا. ويا ريت كل اللي استفاد ما ينساش يعمل لي لايك اذا بتتابعوني او بتشوفوني لاول مره وحابين تكونوا معايا على القناه، ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب او اشتراك عشان تشوفوا كل جديد على قناه كولكشن، وفعلوا شارة الجرس يوصلكم كل جديد. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.